ما هو الدليل على اشتراط الحرز في السرقة مع أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تأخذ أموال الناس عارية ثم تجحدها؟ اي نعم، هذا حرز، هذا حرز، تأخذها من مأمن تأمنهم على أنها عارية، هذا تأمين، مثل تأمين الحرز، أخذتها خفية، فيها معنى السرقة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، ما دام صح الحديث فنعتبره أصلا مستقلا، نعتبره أصلا مستقلا. نعم.